أنا نقول الناس اللي أصيبوا بهالقولون العصبي أحسن علاج لهم هو الأكل بوعي. ما معنى الأكل بوعي؟ هو تنظيم حياتك في مكلتك. علاش الإنسان يمرض؟ بالنسبة للقولون العصبي الإنسان يمرض على خطر هو السبب. هو السبب. يعني يمكن تكون فما حالة وراثية، فما عنده جان في الكروموسوم تاعه اللي هو يهيئ باش يسبب الشيء ده، ولكن هذا 99.99% السبب نتاع مرض القولون العصبي هو الإنسان، هو عدم تنظيم الماكلة نتاعنا، قاعدين ناكلوا كيما يجي. كثرة الأكل، الإنسان اللي يأكل أكثر من الطاقة نتاعه. يا أخي أنت كليت صحن، حسيت روحك بديت مش تشبع، شبعت يكفي، قم عن الطعام ونفسك تشتهيه. هذه القاعدة لو كان جيت الناس تطبق فيها نأكد لك كثير من الأمراض يبعد عليهم الإنسان. العامل الثاني وهذا جبتناه هو عدم المضغ بطريقة كافية. الناس اللي ما تمضغش الماكلة كما ينبغي، اللي ياكل بسرعة قلنا يبلع معاه برشا هواء، ولكن زيدا كيف كيف مش يتعب الجهاز الهضمي نتاعه، لأنه الماكلة في وسط الفم عندها دور في الهضم نتاعها، فما لاميلاز اللي هي أنزيم تسيب الغدد اللي موجودين في الفم وتعاون على هضم خاصة النشويات. ولذلك الإنسان اللي ينظر في عقله معناها تلقاه يقوم بعملية هضم كما ينبغي، توصل الماكلة للأمعاء نتاعه معناها نسبة كبيرة منها مهضمة، ولذلك ما تسببلوش فكي عملية التخمير اللي كنا حكينا عليها. الحوايج الأخرى هي كما كنت جبت أنا من الأول هي السكريات. السكريات وهل تعمل عصير تزيدوا السكر، كان عصير برقدان نزيدوا السكر، كان عصير فريز وقت الفريز نزيدوه السكر. السكريات راهي ماهيش باهية. السكريات وقت اللي توصل للمصرانة الخشينة أنا مريم تهتك الجرثومة اللي هي موجوده في القولون في الـ في الـ في الـ في القولون نتاعنا. هذه معلومه نحب الناس تعرفها وتتعلمها، خاصه راك الاسبرتام وهذه سكرين وهذه ما نعرفش شنو اللي يقولوا لكم فيهم في السبيساريه، هذه بدائل نتاع السكر الابيض، راهو مش صحيح، مش صحيح. هذيك كذبه كبيره. الانسان وقت اللي مش يمتنع على اكل السكر، هذاك السكر الابيض اللي ناكلوه اللي هو مذره صافي، خاصه كي ناكلوه بصفه مبالغ فيها، وكل ما تبعه فهو مضر. ولذلك نقطه اتفقنا الناس ماذا بيا مش يشرب تاي يشربوا من غير سكر، اللي يشرب قهوه من غير سكر. اذا كانت تحب تحلي فما حاجه برك تحلي بها، هي الغله اللي الحلوه مثلا، تنجم تحلي بكعبه دقله، نجم تحلي بشوية زبيب إذا مش طيب حاجة، مش تعمل قطو صغار، حليلهم بالمواد الطبيعية. هذه الحلويات، الناس اللي عندها القولون العصبي ينقصوا ماكسيموم. مشكلة الحلويات، مشكلة النشويات، مشكلة العجين، مشكلة الخبز هذا الابيض، يحاول الانسان يبعد عليه قد ما يقدر. قل لي مالاش مش ناكل يا سيدي، لوج على نعمه القمح، لوج على نعمه الشعير اللي هي انفع للبدن نتاعك وفيها نسبه قليله من النشويات. هنا بربي خلينا نحل قوس بالنسبه للروز. الروز باهي، ولكن انا مش نعطيكم طريقه تطيبوا بها الروز. إذا ما تستعملوش الطريقة دي مش لازم تاكلوه. يولي مش يقلق. يولي يقلق الروز، يولي كيف وكيف العجين. الروز يا أختي الأم اللي أنت توا في كوجينتك وتسمع فيها، الروز عمرك ما تاخذه من الباكو نتاعه تحطه في شوية نتاع ماء سخونة كاكا تدوبه شوية تنحيله النشا نتاعه تغسله وبعد تحطه في الكسكاس تفوره، وإلا تخلطه بالصلصة ولا كذا. لا مش هكذا. طريقة الروز اللي أنا مش قلكم عليها هذه اللي يجب يقع تطبيقها. أولا كي تشري الروز تأخذ معون كان فيه ماء يغلي لو بويونت يغلي، كان ماء يغلي تحطها فيه مدة نصف ساعة، ما أقلش من نصف ساعة، يجب يقعد فك الماء هذاك مدة نصف ساعة، فك النصف ساعة ذيك مش يسيب
نسبة كبيرة من الشام تاعه. ديجا نشوفوا أبيض الماء. يولي الماء أبيض في قالة بيضة، هذاك لوحه طيشه. حط ماء جديد. وقت اللي تحط ماء جديد تعاود تحطه فوق الغاز مدة درجين أخرين. 10 دقائق أخرين وهو يغلي في فوق الغاز. يعاود يخرج نسبة نتاع إنشاء أخرى. هذاك زاد كبوا أكل ما هذاك. طيشه يولي الماء صافي وبعد حط ماء اخر والا حطه في الكسكاس فور ولا اعمل به اللي تحب. وقتها الروز راهو نافع. دونك حاجتي الاثنين يتحط في ماء سخون يغلي مده نصف ساعه ويزيد يتحط فوق النار مده 10 دقائق اخرين باش ينحى منه انشاء. هذا كيفاش تاكل الروز باش يكون صحي. تاكل نعم يعني نحيي فما حاجه اخرى اللي هي شربين الماء. لابد الناس تتعود انها تشرب الماء بالكميه الكافيه. يا ناس ما تستناش روحك تعطش باش تشرب. لا، هذه يلزم تتفكر روحك كل اربع سوايع في كاس ماء. خاصة تو الدنيا سخونة، شنو ننتظروا باش نشربوا الماء؟ نعدل على الاقل لان الماء يعاون على تسهيل الطبيعة، يعاون على عملية الهضم، يعاون باش يحرك الأمعاء. وأنا هنا نأكد ونعاود، وخاصة بالنسبة للنساء اللي عندهم مشكلة القبض، راهو عندك القبض لأنك أنت ما تشربش الكمية الماء الكافية. واللي عنده القبض أنا ننصحهم كل يوم كيقوموا الصباح على الخواء أول حاجة يبدأوا بها نصف لتر ماء دافية. دفي الماء عمرك ما، خاصة انت والدنيا بارده الناس تمشي للفريجيدار طول، هذه راهي غلطة كبيرة. عمرك ومعدتك فارغة تحط لها الماء البارد.